اهلا وسهلا بكم متابعي القناه، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد عند الحريزي ولد خالتي. لان متاكده انكم كلكم توحشتوه، غاب لينا واحد السيمانه وغابت علينا حتى كوتر. كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، امور هانيه، تبرونزيتي. الله يحفظك. كيف ما دائما كنقول لكم، الحريزي ولد خالتي، المحل ديال الحريزي ولد خالتي محل خاص ببيع الجلابه والبيجامه والفراشات والقنيديرات. المحل كاين في قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن حدا درب غلاف الدين الدار البيضاء. كيصيفطوا في كازا وفي جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب، وكيديروا التقسيط وحتى الناس ديال الجمله مرحبا بهم. في الفيديو ديال اليوم غادي يكون جديد مميز. اول حاجه هي جليلي بهادي اللي لابسه معنا كوثر، واللي قبل ما نشوفوها غادي يقدمها لنا. قدم لنا السي الحريزي. الحريزي كي داير السي الحريزي؟ لاباس عليك؟ لاباس عليكم بخير. كي داير مع الصحاب؟ المتابعين ديالنا تاتوما كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم، والله يحد من هاد البلاء وتجيو عندنا. وكنتو غتجيو عندنا سولوا فيك السيمانه اللي فاتت. ايوا مشاكل الناس. المشاهدين ديالنا هما ناس طيبين صراحه. هي لا ولفوا داك داك الرونديفو الاسبوعي. الاسبوع ولفونا في الاسبوع، ضروري خصهم يسولوا على الاسبوع امتى غتحط. راه كيتصلوا بيا قال امتى غادي يكون الفيديو، غادي نقول لهم راه نهار الجمعه ان شاء الله غادي يكون جديد ان شاء الله باذن الله. وحنا معاكم الله يحفظك، وكتعزونا وكنعزوكم. ولا هلا خطيكم علينا، وحتى حنا هلا خطيكم علينا، حتى حنا ما نخطاوكمش. هادشي اللي كاين. انتما ما تخطاوناش وحنا ما نخطاوكمش. الله يحفظك السي الحريزي. هادشي اللي كاين. والله يجيبنا في الصوام معاهم. هادشي اللي كاين. وبالنسبه راه اللي بغى بالجمله يتواصل، وكنبيعوا بالجمله وبالديتاي. وبالنسبه لاوروبا راه كاينه اوروبا، راه تفتحت واحد يعني كيصيفطوا. اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الارقام، مع عبد الهادي او يوسف او يحيى او عبد الله، راه كاينين خمسة الارقام ديال وكاين الحسين، وعاد كاين الرقم تاع السي الحريزي. كل شيء كاين، الوامر كلهم كاينين، واللي بغى شي حاجه مرحبا به، وما نحرموا حتى واحد، حتى اللي في اوروبا ما يتحرمش. هذا الشيء اللي كاين. بغى جلابيه ولد خالتي يلبس مع ولد خالتي، بغى البيجامه ديال ولد خالتي يلبس البيجامه ديال ولد خالتي، وفين غادا عند ولد خالتي الحريزي. منين جايه؟ من عند ولد خالتي. السلوغون ديال السي الحريزي. من شريتي؟ من عند ولد خالتي. ومرحبا بكم. الله يحفظك. الله يحفظك السي الحريزي. اول حاجه هي هاد الجليليبه هادي بتجين، وداخل فيها هاد الموديل، هاد الموتيف هذا ديال الكارو. كارو شفتوا هذا من الجديد ياك السي الحريزي اللي دخل المحل. جلابه ديال تجين، جلابه مخزانيه بارده طيحه، شوف داك اللي طيح فوالا، ومبرده مزيان البنات. فيها جميع اللوينات، كاين المغلوق وكاين المفتوح. احنا غنشوفوهم دابا كاع اللوينات فيها. ولي طاي بنت لي عريضه، واش ستوندار حتى ل 3 اكس ال. حتى ل 3 اكس ال معنا السي فراس هنايا، حنا غادي يورينا. شتا البنات عجباتني بزاف وفيها الطول. جا شوف معنا دي سباجا زوينه. كتمز دابا جايتها البوط، وقدمي البوط عاوتاني. ان شاء الله باذن الله. هذه تمشي في هاد الوقيته؟ وي وفي الحال وفي الحال بارد. هذه حتى في يامات البرد برد تمشى مع لي فوط وتجي مع كلشي. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره فيها العقيده ديال هنايا. بحال بالنسبه لهاد الجلابه ديال الجين ما خاصها تخطاطها دار. بصح عرفتي علاش؟ حيت غير جي ولبس. سي فغي، سورتي داك اللي خليتيها معلقه ما كتكمش ما والو. كتلبس مع كلشي. سي فغي، شوفوا معايا هما داروا لها واحد ديزاين زوين. كيبان سبور، كتبان سبور شيك. فيها جوج ديال الجويبات، جويبات حتى هما فيهم الشوشات. والقب اختي مغلف. والقب مبطن ها هو، حتى هو مغلف حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما وكتجي مخزانيه طايحه كتحمق. قلنا لي طاي ستوندار ياك؟ كلشي يلبس. كلشي يلبس، يعني دي تلبسها تقريبا من ال لا اكس ال حتى 3 اكس ال. من اكس ال حتى 3 اكس ال. غير رقيقه الا. فوالا. غنجيبو كاين موديلات اخرين اللي ديالهم موديلات كل 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 مره نديرو لواحد خاطر. ولكن ماشي في الجين، كاين في واحد التويب موديلات اخرين ديال اللي هما شويه رقاقات ضعافات خيط فيبرا شويه طيمان كانت راه كاين ثاني. كل واحد كاين الدواء ديالو. كلشي هادشي اللي كاين عند الحريزي، كلشي كاين كلشي. تبارك الله عليك. نشوفوا اللوينات ديالها، فيها اللوينات زوينين قبل ما نتعرفوا على الثمن. قدم الناس يعني شفنا اللوين اللي لابسه كوثر. دابا غنوريكم اللوينات ديالها. مرحبا بالناس. ها هو السي فراس معانا هنايا. ياك لاباس عليك السي فراس؟ كاين شي تبحرتي شويه ولا والو؟ مره واحده. مره واحده شي الناس مكاينش مكاينش اللي يقول لك اكثر من جوج مرات ثلاثه. انا والله اختي ما شفتو. شفتي؟ ولا شفتو تبع وينتي؟ خاصني نرضي الناس. ما خاصنيش نمشي شي بلاصه، خاصني ديما نكون في القصر. ملي يجيو يلقاوك في المحل. واش انا داير معاهم عهد؟ هاي بقاوني يجيو ما يلقاوكش. الله يحفظك السي الحريزي. لا لا ان شاء الله دير شي وقيت ان شاء الله، ملي يحكوا تهاد الشيء وتمشي. هاد الشيء اللي كاين.
شوفوا معايا هذا التوب دائما نفس التوب ديال الجين غير هذا مفتوح. هذا مفتوح شفتوا ومصور ديلافي فوالا ديلافي ونفس الشكل غير هذا فيه الخضيضه عقيدات بالشوشه ها نتوما بالخضيضر دائما الموديل الاخر اها كاين هذا بالغوز والبيستاش حتى هو ديلافي ها نتوما كاين هذا باش لي كوموندات شي حاجه تجيها قريبه على كل وحده كنبينوا ليها اللون ديالها شفتوا اللونات هذه بالخزي مغلوق بالخزي كاين اللي كيبغي الخزي كاين اللي كيبغي الغوز كاين اللي كيبغي كل واحد ندير لهم خواطرهم شفتوا اللي ما كاين هذا ما فيهش الشويشات كتجي فيها غير الطريزه اها ونفس القب ونفس فوالا حتى هو مبطن كنذكر دائما هذه كتلبس من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال وراح نلقاو معنا راه دائما راه عندنا حتى البيجامات فوالا حنا غنوريكم ان شاء الله البيجامات والقنادر وجلال بنفس الوقت وبقاو معنا حلقه مميزه معاكم ان شاء الله باذن الله حلقه فيها الصول فيها المسابقه فوالا وفيها واحد مفاجاه اللي كنا دايرين شحال هذه ورجعنا ديال لا ليفغيزون بالنسبه للناس اللي في كازا اها الا خذوا ثلاثه بياسات لا ليفغيزون غراتوي غراتوي اها الناس اللي خارج كازا خمسه بياسات لا ليفغيزون غراتوي يلا اش بغيتوا البنات الحريزي معاكم كاينه مسابقه كاين السولد وعاد في كازا قلنا ابتداء من ثلاثه البياسات كتخلصوا غير ثلاثه البياسات ديالكم ما كتخلصوش لا ليفغيزون وخارج كازا ابتداء من خمسه تبارك الله عليك يعني كتجمعي الحساب انتيا واختك ديما تنقولها لكم وجارتك وتستافدوا من ليفغيزون هادشي اللي كاين ايوا بالثمن الثمن ديال هاد الجليبه هادي هادو عوض 200 درهم كيبقاو 180 درهم 180 درهم الجليبه الاولى وغنبقاو دائما في الجين ها هو شوفوا معايا هاد الموديل حتى هو غزال هذيك سبور هذه بحال تقليديه فيها هذيك لاتوش تقليديه شوفوا الطول باش نوريكم الطول تبارك الله فيها الطول طويله حتى لتحت شوفوا معايا الكمام حتى هما طوال وعراض ما كاين لا مشنقه عليا من هنا لا مزيره عليا من هنا شوفوا معايا السبور واخا في هذيك اللمسه التقليديه شوفوا معايا كيفاش جات مع لي زيسبا يعني اللي بغاتها مع لي زيسبا تجي اللي بغاتها مع البليغه اللي بغاتها مع لي بوت لي صندال رائعه شوفوا معايا غادي نقرب لكم باش تشوفوا معايا لو ديتاي ديال الخياطه اولا الطريزات اللي فيها شفتوا بالشويشات كيجيو بحال هكا والبوش حتى هما كاين جوج بالشويشات شوفوا معايا الخياطه كيفاش كتجي من هنايا والقب كيجي كي ستيل عادي هذه حتى هي من الاكس ال من الاكس ال حتى ال 3 اكس ال مي ال تلبسها ال تلبسها حتى هي خزانيه شفتوا كيفاش كتجي دايره غزاله هانتوما وحتى هي فيها شحال من لون فيها جوج الالوان فيها مفتوح ديال لافي وفيها المغلوق ها المغلوق ديالها البنات فوالا حتى هي فيها من ال من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال والاكس ال تلبسها ال هذا الشيء اللي كاين شوفوا معايا الطول والعرض بالنسبه للثمن شحال كتبقى 180 درهم حتى هي نفس الثمن 180 درهم وكنذكر دائما التوصيل في كازا ابتداء من 3 ديال القطاع فابور والتوصيل خارج كازا ابتداء من 5 ديال القطاع حتى هو فابور ودائما كنتسنى منكم حنا غير جام او بارطاج ان شاء الله غتشوفوا معنا السولد غتشوفوا معنا البيجامات وايضا غتبقاو باش تشوفوا شروط المسابقه ان شاء الله اللي غيديرها لكم ودخلتي الحريزي بقاو معايا بين ما قصت لنا كوثر جلي اللي باغ نوريكم البيجامات اللي وجد لكم السي الحريزي ووليداته اللي هي هذه البيجامه هذه النوعيه ديال التوب التوب ديال ليكرا 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 اللي كتيره ولكن مخطه شي كتجي دايره مخطه فوالا وفيها لامبريمي فوالا فبحال ها انتم شوفوا معايا التخطاط ديالها كيفاش كتجي دايره مخططه وامبريمي واللي زوين فيها انها كتلبس حتى لي طاي الكبار بحال دابا هذه اللي واخا اللي ها السيسي الحريز شحال دوبل اكس ال دوبل اكس ال وتلبس تروا علاش حيت كتيره كتيره شفتوا ها انتم معايا والسروال ديالها كيجي اوني هو اوني وبدوك الخطيطات ها انتم كيفاش كيجي داير انا غنقرب لكم شفتوا كيفاش كيجي فوالا وبالنسبه للوينات فيها هذاك اللون فيها الصومو مع البيض فيها الموف مع البيض فيها الزريرق مع البيض وفي هذاك اللون بحال كرونه فوالا مع البيض وبشحال كتبقى السي الحريزي؟ كتبقى 100 درهم 100 درهم فقط كلشي يلبس تبارك الله عليكم معنا هنايا السي فراس وجد لكم الهديه ان شاء الله اللي غادي تكون من نصيب وحده من المتابعات ولا من وحده فوالا هذا فران ميكرو اوند شوفوا معايا كيفاش كيجي داير هذا ان شاء الله غادي يكون من نصيب وحده من المتابعات تحدك في هذا ان شاء الله طيب الشاوي طيب الشاوي هو ما تيبغيش يجيكم بيديه خاويين كلشي ديما كيجيكم بيديه عامرين كيبغي يدير لكم لو جيست فريمون فاليوم غادي تكون ان شاء الله شنو هي شروط المسابقه سهله كيف ديما كيف ديما تجي اللي تقدات
الرقم ديال التليفون ديالها، الرقم ديال التليفون والسميه ديالها، وغادخلوا ان شاء الله في السيت. ما بغاش تخلي سميتها، تخلي غير رقم التليفون. صافي. كاين الناس اللي ما كيبغيوش يعطيو مثلا دير ابي ولا شي سميه، ماشي مشكله. فوالا وغادي تدخل في السحب ديال المسابقه. نخليهم غير على خاطرهم. وحتى الناس اللي خارج كاسين يمكن لهم يشاركوا. حيت الا ربحات تقدروا تصيفطوها لها. حتى ذوك الناس اللي مشاو لهم خمسه البياسات ديالهم على برا. اها. حتى هما بقيت داخلين. اختي مولا الهدايا راه كل سيمانه غتكون هديه ان شاء الله باذن الله. الله يكبر بكم. كل سيمانه غتكون هديه. شكرا لك بزاف بزاف. كنذكر دائما الهدايا الخاصه بالمتابعين ديال القناه، يعني اللي جات ما تنساش تجي وتقول تكتب الرقم ديال الهاتف ديالها والاسم الاول، ماشي بالضروره اولا الحرف الاول الاسم ديالها، وان شاء الله غتدخل معنا في السحب. موديل اخر في الجلابه ديال الجين هو هذا، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. فوالا حتى هي نفس القضيه، كتجي مخزانيه، كتجي طايحه، هذه ما فيهاش الجياب. فوالا فيها كيف ما كتشوفوا معايا طريزه من هنا وطريزه من هنا وطريزه في ليديدات، تنزومي لكم باش تشوفوا معايا الطريزه كيفاش كتجي دايره. فوالا وفيها لاستخاص هانتوما وشويشات، وكتجي العقاد نص الطوق، جوج فتيحات. جوج فتيحات من التحت هانتوما، ودائما الطول كتجي طويله، وحتى الكميمات كيجيو طوال. فوالا حتى هي فيها جوج تلوان، المغلوقه والديلافي هانتوما، فيها جوج ديال اللوينات المغلوقه والديلافي. وبالنسبه للبنات اللي لبسوها لي طاي اللي لبسوها، حتى هي من XL حتى ل 3XL، من XL حتى ل 3XL. والثمن حتى هي 180 درهم البنات. هذا لو موديل هذا، غير هذا كيف كنذكروا ما فيش الجيب هانتوما. اللي بغات شي حاجه البنات دير لها كابتشور ديكرون وتصيفط الارقام، تبارك الله كنحط لكم خمسه ديال الارقام، الا ما جاوبكش في واحد تواصلي مع الرقم الاخر، ان شاء الله غيلبيو جميع الطلبات ديالكم. وبما مسات لنا كاوتر جليلي بواحده اخرى دائما في الجين، حيت جابوا دابا شي ثلاثه ولا اربعه الموديلات ديال الجين زوينين. كاين هاد البيجامه هادي، هادي اشنايه جاكار، هادي فوالا جاكار، دير بحال 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 الخيط، بحال منبت فوالا، بحال جوهره. شوف البنات كيفاش كيجي داير بالصديفات فوالا، وكتجي طويله، شفتوا كتجي طويله. والسروال ديالها فيه لامبريمي اللي كاين في الكول، هانتوما انا غنوريكم. شوفوا السروال كيفاش كيجي داير. حنا اللي كنتسناو منكم دائما جيم وبارطاج وشجعونا باش نستمروا اننا نصوروا لكم الفيديوهات ويقدموا لكم الجديد. فوالا وبالنسبه للوينات اللي فيها، كاين البوردو، كاين الغوز، السومون والنيود. فوالا شفتوا فيها اربعه ديال اللوينات. بالنسبه لي طاي ستوندار، هادو ستوندار، يعني تلبس من حتى ال 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 حيت كتيره. فوالا شحال الثمن، شحال كتبقى فيها؟ 100 درهم فقط. وانتقلوا للموديل الاخر، وهذا هو الموديل الرابع اللي قلت لكم في الموديلات ديال الجلابه ديال الجين. حتى هو الطول والعرض، الكميمات طوال، فيه دو بوش، في جوج جويبات، الجويبات ما فيهمش الشوشات، وهنايا ثاني ما كاينش الشوشات، فيهم غير الطريزه ما كاينش العقد. شفتوا الاختلاف؟ هانتوما رجعوا وشوفوا الموديلات مزيان. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو كومونديو عن بعد، رجعوا وشوفوا الموديلات بدقه باش الا بغيتو تختاروا شي حاجه. هانتوما بالنسبه كتجي دائما في صاله مخزانيه طايحه، الكتيفات طايحين فوالا، والكميمات طوال، يعني ما كيجيوش قصار، حيت كاين بزاف السيدات كيبغيو يقولك ما بغيناش الكميمات قصار، بغينا الكميمات طوال. وبيان سور الطول، كوثر عاودي ذكريني شحال الطول ديالك؟ كنظن مترو 75، مترو 75، مترو 75 فوالا. انا كنت كنقولهم مترو 80، كنت كنقولهم ديما مترو 80، حيت هي انا علاش قالت لي، حيت هي قالت لي انا هي كانت تبارك الله كوثر كانت في الفريق ديال الباسكت، وكنعرفوا يعني البنات اللي كيلعبوا الباسكت كيكونوا كلهم طوالات. فوالا المهم من 75 وانت طالعه. هانتوما شوفوا كيفاش جاتها، المهم هي راه ما قصيراش تبارك الله كوثر، راه طويله هانتوما. هي جات طويله كتنقصها فوالا، لا حيت كاين اللي تقدر تكون مثلا طول منك. لا غنجي فوالا غتجيها شفتوا. واش فيها لون واحد؟ فيها اللوينات، شوفوا البنات فيها الفتيحات وفيها اللوينات. كاينه هذه مخيطه بلو غوز، كاينه بحالها مخيطه في النيود، نيود بيج، شفتوا باش كتجي دايره الموطارد. شوفوا باش والاورانج، ها انتم البنات شفتوا اللي بغات شي حاجه، ها انتم اللوينات. وهذاك التكمالش غير حيت يلاه جبدوهم البنات من لي ساشي. فوالا توب طيح، هذا التوب كيتطلق دغيا، ماشي فوالا حيت غير شوفوا ملي كتلبس، ملي لبستها كوثر حتى جبنا من الساشي دغيا تطلقات. فوالا وبالنسبه لي طاي قلنا حتى هي من ال من اكس ال حتى ل 3 اكس ال، والاكس ال تلبسها ال ال دائما. وشحال الثمن ديالها؟ شحال كتبقى؟ حتى هي 180 درهم.
موديل اخر ديال البيجاما. قبل ما ننتقل لكم ثاني الموديلات الجديده ديال جليليبه هو هذا الموديل هذا جاكاريا قلتي لي. شفتوا الضيفات شوفوا معايا كنقرب لكم الثوب تيجي زواقو منه فوالا. هنا غتلاحظوا انني كنوريكم جليبات 2016 وغنوريكم حتى جليبات صيفيين. وتابعوا معنا الفيديو لان غنوريكم حتى واحد السولد خطير في في البيجامات ديال موبرا حيت كاين الناس اللي كيبغيو تقداوهم دابا بثمن مناسب ويخبوا من البرد. موبرا وبولير يعني هنا غنبينوا لكم بحال البيجامات ديال السيزون كاملين فوالا. شوفوا معايا كتجي كيك لكم بالصيفيات. هذا سيدو نيود وهنايا مصاوب بهذاك الخويط بالنوار وسروالها بحالها. ها انتم شوفوا معايا السروال ديالها بحالها وكيتيره كيلبس حتى 3XL. شفتوا البنات شو السروال راه كيتيره البنات. بالنسبه للي طاي اللي فيها من ال ال حتى ال 2XL والدو كتلبس 3XL فوالا. فيها من ال ال حتى الدوبل XL. وبالنسبه للوينات كاين نيود كاين الموف وكاين السومو ثلاثه ديال اللوينات. شحال كتبقى الثمن؟ عوض 150 درهم 120 درهم 120 درهم 120 درهم. دائما تخفيضات واثمنه خاصه لكم متابعي القناه. دابا غنوريكم جليلبات ديال الكريب البنات شي حاجه فريمون توب روعه وانيقه جدا ومتاكده غيعجبكم حتى الثمن ديالها لان ثمن استثنائي اللي غيديروا في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للجليليبه كتجي كريب كتجي فيها العقيدات من ستوك كتجي تري سامبل وكتجي حتى ليديدات وكتجي فيها واحد الطريزه هنايا. انا غنقرب لكم باش تشوفوا معايا الطريزه. شفتوا ها انتوما فيها جوج ديال الطريزات. وبالنسبه لتحت كتجي فيها جوج ديال الفتيحات من الجنب. هذا سي دي بحال السومون بارد. شوفوا معايا القب حتى هو تري سامبل. السيدات اللي ما كيبغوش الحاجه طرو شارجي ها انتوما. وبالنسبه للقياسات واش فيها لي طاي ولا ستوندار؟ ستوندار يعني تلبسها من الاس حتى الال اولا الاكس ال. شفتوا فوالا على حسب ديما تنقول لكم على حسب لا فورم ديال السيده. والناس اللي بعاد وخافوا ما تجيهمش صيفطوا غير العبار راه تيعبروا لكم يقول لك من الكتف مثلا ومن جهه الوسط مثلا وغادي يقول لكم واش تجيكم ولا لا. هذه بالنسبه لهذه السيده راه كتلبس اكس ان فوالا وجاتها واخا تكون ضعف منها جهه عامره عليها جهه ها فهموني هما خاصهم يكملوا بالروزو دابا عندها عيبه واللي عامره عليها تلبسها. تبارك الله عليك السي الحريزي جايبه لكم يا هذيك علاش ما يبقاش الناس واحدين فوالا. بالنسبه لهذا الموديل في جوج الالوان هو هذا الموديل هذا اللي قلت لكم بحال الصومو وكاين هذا الموديل كموني. انا بالنسبه هذا هو اللون اللي لقيت ليه موديل كموني حتى كيضحك. شتي البنات كيفاش كيجي داير فوالا. ونهضروا دابا على الثمن المفاجأة بشحال غادي يبقاو؟ غادي يبقاو ولا ما سهلش. يلا سي الحريزي اللي غايقول لنا. شفتي المفاجأة ديالنا هاك المتبعين ديالنا خصنا ديما نرضيو واخا هو الوقت راه حنا كل التجارة كلشي مقصح سي فغي ولكن المواطن تا هو مقصح وخصنا نتعاونوا. هذا هو المضمون فيك السي الحريزي خصنا نكون في المغاربة كاملين ماشي غير فيا أنا. تبارك الله خصنا نتعاونوا شي عاون شي هادشي خاصها تكون حيت احنا كنا ضعفنا ولكن المهم ربي معانا. هادشي اللي المهم كتبقى عليهم 150 درهم. يلا 200 درهم تبارك الله عليك 50 درهم كلها مشات 150 درهم هاد لو موديل. المتبعين ديال كمونه والمتبعين ديال ولد خالتي الحريزي في القناه ديال ولد خالتي الحريزي كلكم يستاهلوا يستاهلوا كلكم غتجيو وغتفرعوا ان شاء الله. لهم غير الحاجه اللي كترضيهم. الله يحفظك السي الحريزي طيبه وكتجيبي لهم حاجه طيبه. شكرا السي الحريزي كيدخلوا للكومنتير وكيكتبوا عليك غير الحاجه المزيانه. الله يحفظك ما عمر شي تعليق ما كاينش ديال عندك تعليق. الله يحفظك السي الحريزي وما يستاهل وما احلاهم تا هما. الله يحفظك السي الحريزي 150 درهم وانتقلوا لموديل اخر. كيف ما كتشوفوا معايا بما مسات لينا كوتر جليلي باغ نوريكم موديل في البيجامه. ما كنتسناو منكم ديما غير جيمو بارطاج. انا فريمون حلقه ديال تحطيم الاسعار وغيكون فيها السولد وفيها الهديه يعني تبارك الله كنحاولوا اننا دائما نجيو لكم بالجديد. شوفوا معايا هاد عجبني لو ديتاي من التحت ها انتم هادي غرون طاي ياك فوالا. السيدات اللي كيلبسوا قياسات كبيره شوفوا معايا وعجبني لو ديتاي كتبان انيقه بزاف بزاف من التحت ها انتم شوفوا معايا هانتوما قداش وكتيره كتيره شفتوا شوفوا معايا نسكم حتى الربعه اكس ال هادي تلبس البنات وفيها واحد البوش فيها واحد الجويب اللي هو فيه هو الزواقه اللي غتشوفوا معايا في السروال
يعني كيف ما قلت لكم هذا الفيديو هذا غيكونوا فيه بيجامات ديال كاع لي سيزون، ديال الصيف ديال الشتوى ديال الخريف، غيكون في السول الزوين اللي بغات تاخذ وتخبي. شوفوا معايا هذا السروال هذا خيط، فوالا شوفوا معايا كيجي بارد وفيه البوش وعريض، عجبني. شوفوا العرض البنات قداش، شوفوا العرض فوالا. واش فيه اللوينات؟ في اللوينات، في اللوينات فوالا، اللون نسيك في اللون فوالا، تبعوا تحير في اللوان. شفنا الزرق، هي غتبقى الموف عزيز، الغوز، على قرب باش نبقاو الا بغات شي حاجه تسيكي. ها انتم شوفوا معايا الكري، اها والسراول ديالهم راه واعرين نفسهم، اه السراولات ديال الخيط غزالين، السراول ديال البيجامه تيبانو ديال الخريج، سي فغي عندك الحق. شوفوا معايا الغوز بارد، الصفيفر، الزرق، الكري، الغوز مغلوق، وايضا الموف. بالنسبه قلنا لي طاي من دوبل اكس ال 3 اكس، من دوبل اكس ال 3 تلبسها الكاد بشحال؟ 150 درهم، 120 درهم، 120 درهم ابتداء من ثلاثه القطع. كلشي البس مع ودخلتي الحريف، وعاود فكرهم ابتداء من ثلاثه القطع في كازا، ابتداء من ثلاثه القطع في كازا لا ليفغيسون مجانا، خارج كازا خمسه القطع هي لا ليفغيسون على حسابنا. الله يحفظك. وكاين موديل اخر فوالا، هذا هذاك ديك الشبكه اللي كاينه هنايا، كاينه هنايا الاختلاف في الديدات. شوفوا معايا نوريهم الاختلاف نيت، ها انتم شوفوا يعرفوا. انا غنبعد، هذه فيها الدونتيل لتحت وهذه فيها الدونتيل في الكميمات، كيبقى لكم انتم الاختيار، وبجوجهم كرون طاي ونبجوجهم نفس اللوان وكاع اللوينات فيها فوالا. الثمن نعاودوا نذكروا 120 درهم. اللوينات اللي في هذيك الاخرى شوفوا معايا اللي فيها الدونتيل من الديدات، ياك هذه اللي فيها الدونتيل من الديدات، فيها الصومون، فيها الكري، وفيها الصفر، يعني موديلات موديل غزال ولوينات رائعين، والثمن 120 درهم وتلبسها حتى الكات اكس ال. تبارك الله عليك السي الحريزي، هادشي اللي قلت لهم، قلت لهم تيم تلبس دابا وتخبي وتخبع. بقاو معانا، كاين موديلات زوينين غنوريهم لكم في المحل الثاني ديال الحريزي ولد خالتي، ما تمشيو فين. غنرجعوا للجليليبه، شوفوا معايا كوثر لابسه لكم محبوبات الجماهير اللي هي الجلابه ديال طرز الحساب. شوفوا كيفاش كتجي دايره، وفيها واحد رشيشه ديال الطريزات هنايا في ليديدات، ها انتم في هاد اليد هذا وفي اليد الاخرى، وفيما تبقى كتجي سامبل شتو، وفيها جوج افتتاحات من الجنب. هانتوما توب دائما كنذكر كريب، كريب هذا كريب، كريب يعني بارد، ومن ياك من الحبل تلبس حيت ما كيتكملش هاد التوب. هذا اللي كتشوفوا معايا الموض، هذا الشيء راه جابدينو من ساشي، سلعه باقا جديده. وبالنسبه لي طاي اللي فيها طاي واللوينات، راسي في راس، اعطيني اللوان ديالها غنوريكم اللوينات دابا، بقاو معايا في حقه. فاللوينات زوينين، شوفوا معايا هاد اللوينات. كوثر لابسه الاورانج، فيها لا كولور تيركواز تقريبا، هذيك التيركواز بلو ازور، فيها هاد اللون هذا مارون، وفيها لو موف. شو اللوينات اللي فيها، انا غنبعد باش تشوفوا معايا اللوينات كاملين. ها انتم يعني اللي عجبها شي لون دير لي كابتشور ديكرون وتصيفطها الارقام، خمسه الارقام تبارك الله، نخلي لكم في صندوق الوصف. و 150 درهم، حتى هي 150 درهم البنات، فريمون اثمنه جد جد مناسبه حصريا عند ولد خالتي الحريزي، كميه محدوده فوالا. سريعوا اللي بغى شي حاجه يكوماندي ويصيفط، واللي بغى يجي للمحل مرحبا به، غير دائما احترام شروط السلامه، لابافيت والتباعد الاجتماعي، وتبارك الله عليكم. موديل اخر في البيجامه، هذه راه معروفه البنات بلا ما نقولها لكم، بيجامه ديال الخيط، بيجامه ديال الخيط، غنوريكم الخيط، غنوريكم القطن، وغنوريكم حتى البوليغ، حتى البوليغ والمبرة. غيبقاو معنا وتابعوا معنا الفيديو، وما تنساوناش من جام 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 وبارطاج. بالنسبه لهذا الموديل هذا مشى وعاودوا جابوه ديال الخيط، شوفوا معايا اللي ما كتقدرش تلبس شي حاجه اخرى غير الخيط والقطن، كيجي بالصديف، فيه واحد الجويب من الجناب من الجنب، وكيجي نصكم السروال ديالو بحالو فوالا. شوفوا معايا شو زويون بزاف، انا غنوريكم من التحت، عجبتني الخياطه لو ديتاي ديال اللي من التحت. ها نتوما، وغير هذا حيت هادو ديال الخيط، غير نصيحه، كاين بعض السيدات مثلا كتقدر تخشيها في لا ماشين وتطلع ليها، حيت الخيط هادو من الاحسن يتصبنوا بوحدهم، من الاحسن، من الاحسن، من الاحسن تصبنيها بالايد. حنايا السيدات ما كنكرفصوش حوايجنا، ماشي بحال الدراري الصغار اولا، هذا باش كتبقى لك، حيت انا بالتجربه ملي كنصبنها بوحدها كتبقى، ملي كديرها في لا ماشين عارفه راه غتقفز لك، باش نقولها لكم. بالنسبه للوينات كاين الشويبي، كاين البلو مارين، وكاين هاد الصفيفر هذا،
لي طايا السي فراس من السمول حتى الاكس ال والثمن شحال كتبقى؟ 130 درهم 130 درهم وحنا اللي كنتسناو منهم دائما هو بارطاجيو مع الفاميلا والعائله والاخوت والحباب والصحاب وجام جام 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 وحنا معاكم ودائما راه الاشاره ديالنا الله يحفظك السي الحريز دائما كل اسبوع احنا معاكم دائما ما كيشدنا عليكم غير الشديد هادشي اللي كاين واخا قلت لكم البحر راني ما شفتوش مسكين قبلكم اش السي الحريزي فالطه حتى ما يخلصوا الفالطه خصكم تديو حتى الله يحفظك غنتقلوا مباشره لجليليبه جديده شوفوا معايا هادو كانوا وعاودوا مشاو وكان عليهم الطلب وجابوهم لكم اللي هي جليليبه هذه دائما كنذكر الثوب كخاب في الزواقه هنا بحال شي شميشه البنات هنايا في الصدر كيجي فيها العقيده نص سطوق وواحد الرشيشه هنا وهنا وبالنسبه لليديدات كيجيو سال فهمتوا ما كتجي فيهم حتى شي حاجه انا غنعاود زومي لكم باش تشوفوا هذا اللون هذا بحال كامل شوفوا الطول ديالها ها نتوما وبالنسبه للوينات انا غنوريكم دابا اللوينات فيها تبارك الله اللوينات زوينين خمسه اللوينات غنبعد باش نشوفهم كاملين كاين اللولي لابسه كوثر كاين الاخضر الملكي كاين الموف كاين البوردو وكاين اللون الاسود فوالا كنحط لكم خمسه ديال الارقام وكنذكر دائما في كازا ابتداء من ثلاثه القطاع فابور خارج كازا ابتداء من خمسه القطاع لا ليفغيزون حتى هي فابور 150 درهم دائما 150 درهم تجدي لي بهادي ولي طاي ديالها ستوندار دائما تاقلو الموديل اخر موديل رائع اوغزال ديال البيجامه دائما كنهضروا على الخيط خيط شوفوا معايا في هذا اليونيكورن هذا كيحمق هذا الموديل هذا شوفوا معايا غزال غزال هذا مشى وعاودوا جابوه تحت الطلب ديالكم في جويب من هنايا كيجيو فيه العقيدات وشوفوا معايا هاد الفينيسيون اللي عنده هنايا في الفليديدات والسروال بحالو يعني نفس الموتيف شوفوا معايا كيفاش كيجيو داير ها نتوما غزال شوفوا معايا نقرب لهم غير واحد شويه من التحت باش يشوفوا عرفتي الثوب بارد ورطب فوالا شوفوا معايا كيفاش كيجي داير كيحمق بالنسبه لغزال انا شي حاجه من الحويجات اللي كيعجبوني كنقول كيعجبوني واش فيه لي طاي فيه لي طاي من السمول حتى الاكسال فيه غير من السمول حتى الاكسال يعني صحاب الدوبل والطروا سمحوا لينا لا حيت كاين اللي كيبغي في هذا الموديل هذا فهما كي على حساب داكشي ديالك حتى السلعه قلت لي في المعمل وهذا شويه يعني كيلقاو صعوبه باش يجيبوها بالنسبه لهذا الموديل كي قلت لكم فيه الغوز بيبي اللي وريناكم فيه الصفيفر وفيه البلوسيال في ثلاثه ديال اللوينات قلنا اكبر طاي هي اكس ال والثمن شحال كيبقى 130 درهم عوض 150 130 عوض 150 وكنذكر هذا خيط خيط شفتوا البنات موديل فريمون روعه موديل اخر في الجلابه لبساتو لكم اختي كوثر شوفوا معايا كيفاش كيجي داير دائما الكريب كيجي مبرد البنات فريمون مبرد بزاف بزاف في جوج جويبات فيه طريزه جويبات تمام طروزين وطريزه من القدام وجوج شوشات بالنسبه للكميمات كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو عراض هانتوما هذا موديل بالنسبه للسيدات اللي كيلبسوا القياسات الكبيره هانتوما يعني فريمون موديل اللي هو مريح جدا في اللبس بالنسبه للي طايلي كيلبسوا حتى هو يمكن بحال الاولين تجين من الاكس ال حتى ل3 فوالا من الاكس ال حتى ل3 اكس ال هذا الموديل هذا وفريمون انيق وكنذكر دائما كخيب شوفوا معايا الخياطه ديالو هانتوما انا غنقرب باش تشوفوا شوفوا كيفاش دايره الخياطه فريمون موديل انيق جدا وبالنسبه للوينات اللي فيه كوثر لابسه واحد البلوسيال مع الفوشيا 8 ديال اللوينات تبارك الله حنا غنشوفوهم كاملين كاين فيه الموف بارد هانتوما كاين فيه الازرق الملكي مخدوم بالغوز هانتوما شوف كيفاش كيجي داير غزال هذا اللون هذا كيحمق شوف البنات الموديل كنذكر دائما الثوب راه كخيب 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 طيب فوالا بعجاله نشوفوا كاين فيه الصومو مع البوردو ورا نفس الزواقه كنوريكم غير اللوينات فوالا كاين فيه البوردو مع الصومو يعني العكس ها نتوما كاين فيه لو غوز مع لا كولور تيركواز وكاين فيه ها هو بحال هكا كان فيه اللون الابيض مع البوردو دائما نفس الزواقه وكيلبسوه من اكس ال حتى ل 3 اكس ال والاكس ال تقدر تلبسها ال بالنسبه للثمن شحال كيبقى خويا فراس هذا الثمن ديالو كيبقى 200 درهم 200 درهم هذا لو موديل هذا كيبقى ب 4000 ريال هذا لو موديل شوفوا معايا هذا من الموديلات الجديده وكنذكر دائما غون طاي
غون طاي. شوفوا معايا شحال من شافوهم شافوهم السي الحريز. خليهم غير 180 درهم. يلاه 20 درهم طاي. يلاه اش بغيت؟ شافوهم شافوهم. ديما اللمسه ديما اللمسه المميزه ديال السي الحريزي غيبقاو لكم غير ب 180 درهم هاد الموديلات ماشي ب 200 درهم. 180 صحابات لي غون طاي تبرعوا وما يكون غير خاطركم دائما. كيبقاو لهم 150 درهم. يلاه كلشي يلبس باع الماتش صافي كلشي يلبس نديرهم بحال هادو. يلاه كلشي 150 كلشي 150 درهم البنات. يلاه تحمس الا تحمس السي الحريزي غتعرفوا صالحكم نتوما البنات. 150 درهم ما كايناش 200 وما كاينش 180. موديل اخر شوفوا معايا البنات ها نتوما شفتوا كاين هذا الموديل كيف ما كتشوفوا معايا دائما كخيب العقيدات كيجيو من ستوك الشوشات وهنا الزويويقه كتجي كلها سامبل ففقط زواقه هنايا في الجنب اليمين شفتوا هذه كتجي دومي مخزنيه ماشي طايحه بزاف فوالا. واش فيها اللوينات اخويا فراس؟ احنا غنشوفوا اللوينات ديالها بقاو معايا شوفوا معايا هاد الجليبه هذه اللي قلت لكم هادو هما اللوينات. شوفوا اللوينات اللي فيها اخويا فراس هانتوما كاين فيها الزرق ازرق ملكي فوالا كاين فيها الاخضر الملكي حتى هو هانتوما وكاين موديل اللي بحالها كيشبه ليها غير هي فيها طريزه في الجنب وفي الكم هانتوما يعني اللي بغات هذه سامبل فيها غير طريزه وحده هنايا اللي بغات اللي كيكون فيها جوج ديال الطريزات حتى هي كاينه عندهم الاختيار واحد فيهم اللوينات الجون موطاغ النوار الزرق سبعه ديال اللوينات ولي طاي ستوندار هادو لي طاي ستوندار يعني كتلبس تقريبا من الاس حتى للاكس ال فوالا على حساب لا فورم ديال السيده وبالنسبه للثمن شحال كتبقى الجليبه دائما 150 درهم ثمن واحد واخا السلعه جديده 150 درهم ولكن سارعوا ياك كميه كميه محدوده. شوفوا معايا ثاني غنرجع لكم البيجامات ديال الخيط ياك خيط هذا من الشوفه وليت كنعرفوا واش خيط ولا لا. شفتوا هذا ديال ميكي ماوس كيجي مخطط الارضيه بيضاء فوالا بالصديفات كيف ما كتشوفوا معايا بديك داك لو ديتاي في الكميمات ولا بتيت بوش والسروال ديالو بحالو. شوفوا معايا السروال كيفاش كيجي داير كنذكر هادو دائما خيط فوالا خيط فيبغا اها. واش بالنسبه واش فيه اللوينات؟ فيه اللوينات هانتوما فيه اللوينات ثلاثة ياك فيه الشويبي بارد فيه الغوز بارد وفيه هاد الصفيفر هذا البارد ولا البناني شفتوا بارد بزاف بزاف كنذكر خيط فيبغا لي طاي اللي فيها خويا فراس من السمول حتى الاكس ال من السمول حتى الاكس ال والثمن 130 درهم 130 درهم وغنتقلوا ديريكتومون لواحد جليليبه هذه كانت ما بقاتش واحد الوقيته وعاودوا جابوها لكم هي جليليبه اللي مميزه التوب ديالها بحال لولا شفتوا شوفوا معايا وعجبني فيها لو ديتاي هنا شوفوا معايا لو ديتاي كيفاش كتجي دايره غزال 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 هذه فيها عريش من هنايا الجيب حتى هو بالدونتيل وفيها بحال طرزه بحال امبيروكي واقف فوق واحد العرش شوف كيفاش دايره غير هذه كتجي قصيصه يعني كتجي موديل سبور كتجي قصيصه وباش زوينه هذه تلبس حتى في الشتوى علاش لان لولا تقدروا تلبسوا حين سخون وتلبسيها مع لي بوت اولا دوك لي اك شفتوا لا فينيسيون ديالها حمقاتني لا فينيسيون ديالها جبليه كتجي جبليه شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره من هنا شوف كتجي غزاله عجبتني لا فيناس باش مخيطه وجات كوتر كتحمر كندير هذه لا طاي ستوندار ما فيهاش لي طاي ستوندار يعني تلبسها حتى ال ال حتى الاكس ال فوالا ال اكس ال على حساب لا فورم ديال السيده وبالنسبه للثمن شحال كتبقى هذه؟ هادو دابا فيهم واحد التخفيض اها كيبقاو 170 درهم 270 درهم 270 كانوا 300 درهم 270 درهم كانوا ب 300 درهم كانوا ب 300 درهم دابا غيبقاو لكم ب 270 درهم شوفوا معايا لو ديتاي نعاود نقرب فريمون شي حاجه زوينه 270 درهم ولي طاي ستوندار ولون واحد لون واحد لون واحد هو هذا وبالنسبه لكم كوتر جليليبه كنديروا شويه هكا شويه هكا غادي نوريكم موديل دائما جديد في البيجاما نصكم ديال هذه الوقيته هذه في النوار كان عليها الطلب نتوما طلبتوا البيجاما في النوار فجابوا لكم هذا الموديل هذا كتجي من في القدام ليكرا ومن اللور خيط شفتوا والسروال ديالها لامبريمي اللي كاين اللور هو اللي كاين في السروال واللي كاين في الجيب واللي كاين فوالا في الجيب شفتوا والسروال حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا خيط فوالا بالنسبه للقياسات اللي متوفره فيه من الميديوم حتى للدوبل اكسل من الميديوم حتى للدوبل اكسل وكتجبد كنظن واللوينات النوار الابيض والكري شوفوا معايا والثمن اخويا فراس 120 درهم
120 درهم. وكنتسنى منكم فقط حنا غير جيم وبارطاج، ما تبخلوش لنا بجيم وبارطاج. وكنذكر الناس اللي غيصوني على التوصيل، على التوصيل خارج المغرب حتى هو متوفر، غير بالنسبه لليفريزون في كازا فابور ابتداء من 3 القطاع، وخارج كازا فابور ابتداء من 5 القطاع. والناس ديال الجمله حتى هما مرحبا بهم. ونوريكم هاد الجلابيه الغزاله ديال هاد الوقيته، خيط البنات، خيط فيبران، كيجيو فيها لي غيوغ بالطول ملونين، شوفوا معايا. وكتجي انيقه، هادي كتجي في صاله عاديه، شتو ما كتجيش مخزانيه طايحه، وكتجي فيها الطول كميمات طوال. ها ايفازي فوالا، ولكن داك الايفازي الانيق ماشي داك المعيق، شتو. وما فيهاش افتتاحات من الجناب، فيها الافتتاحه وحده من القدام. فريمون موديل لي زوين 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 بزاف، من الموديلات اللي كتعجبني انايا، سورتو انها مبرده بحال ما لابسه حتى شي حاجه. شتو واش فيه لي طاي؟ قول لي فيه لي طاي اخويا فارس. فيه لي طاي حيت بحال هذا نقول لهم ما فيهش لي طاي غيتقلقوا مني. فيه لي طاي مناش من اكس ال حتى ل 3 اكس ال، من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال. ولكن دائما كنقول لكم على حساب لا فورم ديال السيده، من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال. واش فيه لوينات ولا لون واحد؟ فيه لون واحد غير العقيدات اللي كتجي، العقيدات مختلفين. ها انتم فوالا، هنا العقيدات بالخزي، كاوتا عندها العقيدات بالبلو مارين، هنا عقيدات بالخزي وفيها لا توش ديال النواغ. عقيدات بالنواغ، اها، وكاين يمكن عقيدات بلو مارينيت. فوالا، يعني كيختلفوا تقريبا غير في هذاك النواغ في بلاصه الزرق فوالا والخطيطات. شفتوا ها انتم هذيك، شوف هنا عامر، شوف الخياطه على حسب كيفاش تخيط الثوب، باش يفهموا صافي. ها انتم وفيهم كي قلت لكم تقريبا حتى ل 3 اكس ال، والثوب فيبران، هذا خيط فيبران. فوالا، بالنسبه للثمن اخويا فراس خلاص كتبقى لي 130 درهم. صح 130 درهم فنيه البنات، هاد الجليليبه 130 درهم غير جا مبارطاج، سهله مهله. الله يحفظك السي الحريزي، والله يكبر بك كيف ما كتكبر بالمتابعات وبالسيدات اون جينيرال. الله يحفظك 130 درهم. ونرجعوا البنات للبيجامات ديال الخيط، هذا الموديل الانيق هذا اللي كيجي ديال اسبرو. فوالا شتو فيها لون واحد كنظن، هذه لا فيها تقريبا لون واحد، لون واحد. شوف شتو حيت عقلت عليها، هذه ما بقاتش عاد جبتها، كنذكر خيط البنات، خيط فيبرا، كيجي فيها البوش حتى هو باسبرو، والسروال انتوا غتشوفوه معايا حتى هو اسبرو كتجي نصكم، وكنذكر خيط فيبرا، يعني ما كيزمت ما حتى شي حاجه وبارد. شتو بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيه من الميديوم حتى الاكس ال، من الميديوم حتى الاكس ال. ويسمح لينا خويا فراس لانه صايم اليوم، كيصوم دائما نهار الخميس، حنا كنصوروا لكم الخميس في العشيه باش نلوحوا لكم الفيديو الجمعه، فدعي معنا دعي معنا ربي يرفع علينا هذا البلاء وتبارك الله عليك. الثمن شحال كتبقى قلنا؟ هادو كانوا 130 درهم، دابا داير لهم 100 درهم. تبارك الله عليك 100 درهم في العوض ديال 130، واكبر طاي هي الاكس ال، هي الاكس ال. تبارك الله عليك. موديل جديد البنات، دائما في الجلابه كنذكر خيط، دائما خيط فيبغا. شوفوا معايا الفصاله ديالها، كتجي فصاله ايفازي، ولكن داك الايفازي اللي انا كيعجبني الايفازي الانيق ماشي المعيق. شفتوا كتجي عريضه، شوف كيفاش كتجي دايره، فريمون غزاله. كيجيو فيها لي غيوغ دائما كيف ما كتشوفوا معايا بالطول، وفيها لون واحد. شوفوا معايا باش تعرفوا شحال طويله، شوفوا شوفوا الكمام. ها انتم راه هي نورمالمون راه كبيره على هذه. واش فيها لي طاي؟ فيها من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال، من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال. وتبارك الله عريضه، وكنذكر خيط فيبغا وطويله. شفتوا البنات؟ فيها افتتاحات صغيره. ها انتم وكنذكروا لون واحد، لون واحد اللي متوفر فيها. كنذكر حتى ل 3 اكس ال، ما كتزمت بارده. وشحال كتبقى الثمن ديالها خويا فراس؟ 130 درهم. دائما كنتسناو غير جيم وبارطاج. موديل اخر في البيجامه هو هذا الموديل هذا ديال ليكرا، شفتوا كيتيري، يعني دائما السيده تاخذ طاي صغر. ليكرا في فيسكوز، ليكرا في فيسكوز، وفيه السروال ديالو حنا غنشوفوه، السروال خيط خيط، شفتوا داك البوش هو اللي فيه توب ديال السروال. ولافونتاج اللي في هادو اها، السروال ما كيبانش ديال البيجامه. هذا يعني تقدر مثلا تخرج به البحر، تخرج به ولا شي حاجه. شفتوا حيت كيبان فريمون انيق. كامل اللي جابوا مؤخرا كلهم سراولهم في السماء، ماشي تاع ماشي بانوش، ما كيبانوش ديال البيجامه. سي فغي، شفتوا كيفاش دايرين وباردين. كنذكر خيط هادو اللي كنوريكم فيهم الجيوب فوالا، فيهم لي بوش من هنايا. وشحال كيبقى الثمن ديالهم هادو؟ 120 درهم. 120 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. واللوينات غنوريكم اللوينات، الاول شفنا شفنا الشويبي، كاين فيه ليموني، ليموني فوالا،
بحال ديما قلنا هاد الليموني كاين فيه الخضر فاتح وكاين فيه الخضر مغلوق. السروال كيبقى لو ميم، كيبقى نفسه تقريبا. كاين لا كاين هذا اللي في الزرق وكاين هذا اللي في الكحل. فوالا يعني نفس الزواقه نفس كلشي. الثمن كنقولوا 120 درهم. طيب حتى لدوبليكسال، حتى لدوبليكسال، وحيت كيتيري قدرت تلبس طروا. تبارك الله عليك. موديل اخر في الجليليبه لبساتو لينا كوثر. كنذكر دائما هذا تا هو خيط ياك اخويا، خيط فيبرا شفتو، كيجي فيه العقيدات نص طوق، وكتجي فيه الخياطه ما كيزمت ما حتى شي حاجه. شوفوا معايا غير الكميمات تبارك الله، هانتوما راه هي جاوها طوالين شفتو، وفصالة عادية وفي فتيحة وحدة من القدام. فوالا كنتمنى انه يكون باين ليكم. وبالنسبة للوان فيه لون واحد، لون واحد هو هذا. الأرضية بيضاء وكيجي مخدوم بالكحل، الكحل بلو مارين. بلو مارين هذا البنات، بلو مارين شفتو. والثمن شحال كيبقى؟ 130 درهم. 130 درهم ولي طاي تا هو فيه من الإكس إل حتى الـ3، من الإكس إل حتى الـ3 إكس إل 130 درهم. شوفوا معايا موديل اخر، كنذكر دائما نفس القضيه، ليكرا والسروال خيط، ليكرا والسروال خيط. كاين هذا الموديل هذا تيشيرت عادي، واللي زوين فيه دائما انا السراول ديال البيجامات ممكن انك تستغل ليهم الا بغيتي دير معاهم تيشيرت ديال الخريج، لانهم لا كوب ديالهم غزاله وهما باردين وديال الخيط انيقين بزاف بزاف. شو الفرق هذه مع الرشه والاخر كانوا فيه بحال كاروات. بالنسبه للاثمنه نفس الثمن 120 درهم لي طاي، من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. ونوريو الموديلات اللي بحال كيختلفوا غير في السروال. فوالا انا غنوريهم لكم، بقاو معايا بين ما قبل ما نشوفوا كوثر. هذا الموديل اللي ورينا ها اللوينات ديالو، فيه البوردو، فيه الاحمر، فيه الصفيفر، وفيه لو روز. ما بغيتش نطول عليكم حيت باقي بغيت نوريكم سولد زوينه البنات في البوليغ وفي الموبرا. نفس القضيه موديل اخر كيشبه ليهم، حتى هو لو لان الفوق وليكرا، لو لان التحت وليكرا من الفوق. شوفوا معايا اللوينات اللي فيهم، حتى هو الكري، البوردو، الخضيضر وليموني. نفس اللي طايح حتى هو حتى ل 3 اكس ال، من الميديوم حتى لدوبل اكس ال، حتى لدوبل اكس ال عفوا، نفس الثمن 120 درهم. شوفوا معايا ثاني موديل اخر نفس القضيه، ليكرا من الفوق والسروال كيجي خيط، الزواقه كيف ما كتشوفوا معايا كتجي هي اللي كتجي مختلفه. واللوينات فيهم الكري، فيهم الصفيفر، فيهم الخضر، وفيهم بحال اللويميني بارد. غير باش ما نطولوش على المشاهدين، فوالا حيت نفس لا ماتيير، نفس لا كوب، نفس كل شيء. وكاين هذا حتى هو، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، شوفوا معايا كيجي خيط السروال خيط بحالهم الموديل اللي كنا دوزنا، غير هو غير هذا اللور تاعو خيط، القدام القدام تاعو ليكرا شفتو، فيه فان كليف شفتو. ولي طاي اكبر طاي هي الدوبل، والثمن دائما 120 درهم. 120 درهم. تفضلي معنا اختي كوثر، لبس لكم واحد الجليليبه. يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا معايا دائما خيط البنات سامبل بارده. كوثر ملي كتلبس الخيط ولا اش يقولوا لي هذا داك الثوب الكخيب، اما الخيط اما الكخيب، كتبان فيها كتبان كاتبع الصاد كتفرح. شفت البنات كيفاش كيجي داير؟ شوفوا معايا كيفاش كيجي غزال، مخيطه لون في لون، وكتجي بحال مشتي بالكري. هانتوما هو صفر وفيها بحال الزويقات بالكري، بحال سيربون، بحال قشور الحوت تقريبا. شو انا نوريكم الزواقه كيفاش كتجي دايره، نتمنى تكون باينه لكم. الزواقه كتجي غزاله. وبالنسبه لي طاي، قبل ما نشوفوا اللوين الثاني ديالها واش فيها لي طاي، من الاكس ال حتى ل 3 هي من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال. الكميمات طوال تبارك الله، من التحت حتى هي طويله وفيها حتى ل 3 اكس ال، وفتيحه من القدام، وفيها اللون الثاني ديالها اللي هو هذا الغوز هذا تا هو. شفتوا انا غنقرب لكم باش تشوفوا معايا الغوز، كنذكر خيط فيبغا شفتوا، غزال 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 غزال. شحال الثمن ديالها بشحال كتبقى؟ 130 حتى هي 130 درهم، وفيها حتى ل 3 اكس ال. سارعوا البنات، واللي كنتسنى منكم غير جامو بارطاج كيرسلوا في كازا، خارج كازا وحتى خارج المغرب. وبحال الموديل ديال البيجاما اللي وريتكم قبيله، دائما الفوق ليكرا والسروال خيط. كاين هذا الموديل هذا ديال ميكي ماوس، بالضروري نوريه لكم، ديال ميكي ماوس، يعني نفس لو سيستيم، ليكرا الفوق وخيط من التحت. بالنسبه لي طاي شنو هما؟ فيه من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، حتى هو من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، بقات فيه غير اكس ال، بقات فيه غير اكس ال، بقات فيه غير اكس ال. وفيه اللوينات، فيه الغوز، فيه البلو ماري اللي شفنا في الاول، فيه الغوز، فيه الكري، وفيه الصفيفر. شحال الثمن ديالو كيبقى؟ 120 درهم. كاين ثاني هذا لو موديل هذا، هذا كرون طاي، هذا كرون طاي طويول، كيجي بحال فوالا، كيجي بحال بيجاما جابادور تقريبا.
شوف كيفاش كيجي داير. كنحاول انا نوريكم اكبر قدر من لي زارتيك للبنات. شوف تبارك الله شحال طويل الفوق ليكرا كنظن ليكرا حتى السروال ليكرا كيتير فوالا شفتوا كيف كيجي داير هذا الفوق ليكرا والتحت ليكرا كنحاول نوريكم نقول لكم لي ماتيغ بالنسبه للمتابعات اللي ديما قولي لا ماتيغ ديال الثوب. شوفوا هذا باش زوين كيتيرا يعني الال تلبسها الاكس ال اكس ال تلبسها الدوبل وهكذا. ها هو هذا الموديل ليهم شفتوا كيفاش كيجي داير كيجي كيجي كول داير لي مونش 3 كار وكتجي فيه واحد لامبريمي من هنايا غنوريها لكم شفتوا وكيجي طايح وبارد. بالنسبه للقياسات اللي فيه من الميديوم حتى الدوبل اكس ال من الميديوم حتى الدوبل اكس ال واللوينات شفنا فيه الصومو الجون موطارد ولوموف وقلنا الثمن قلنا 130 درهم. جلي لي باخره دائما في الخيط في بغا. شوفوا معايا اللي بغات تبرد هذا الصيف فما ما تبقى من الصيف البنات فريمون جلي لي با انيقه جدا. كنذكر خيط هانتوما كتجي فيها فتيحه وحده من القدام. شوفوا معايا اللون ديالها عرفها لوينات اخرين غنوريهم لكم. هذا ابيض ومخدومه بالخزي هذا البنات راه خزي غير تيبان لكم هنا مغلوق خزي مغلوق. وشوفوا معايا كتجي في صاله عاديه. بالنسبه للقياسات فات 3 اكس ال 3 اكس ال من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال وفيها اللوينات غزالين فيها الابيض فيها الصومو وفيها اللون الازرق ثلاثة ديال اللوينات لوينات كيحمقوا وفيها حتى ل 3 اكس ال. وشحال كتبقى اخويا فراس؟ 130 درهم دائما 130 درهم. حنا اللي كنتسنى منكم دائما غير جيم وبارطاج. وكنذكر في كازا ابتداء من 3 ديال لي زارتيكل فابور فوالا وخارج كازا ابتداء من 5 لي زارتيكل لا ليفغيزون فابور. شوفوا معايا البنات ثاني هاد الجليليبة هادي كيفاش كتجي دايره غير الاشاره هادي كميه محدوده البنات سارعوا اللي بغات اللي بغاتها تحجزها من دابا. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره العقيدات واللوينات اللي في العقيدات هما اللي كاينين في ليديدات مطروزين. شفتوا كيفاش كتجي دايره كتجي غزاله يا البنات. وباش عجبتني فيها العرض انها كتجي عريضه ياك فيها لا كنت تخويا يمكن لا اكس ال اكس ال وغير اكس ال كتلبس دو كنظن تلبس دو اكس ال وتقدر مثلا كانت لا فورم ديال السيده تقدر تلبس 3 حيت عريضه البنات هي كثر جات تبارك الله كبيره. شحال من لون فيها؟ جوج د الالوان فيها لو موف وفيها الاخضر الملكي جوج ديال اللوينات غزالين. شفتوا البنات كيفاش كتجي دايره فريمون روعه هاد الجليليبه هادي. وشحال كتبقى الثمن ديالها؟ 200 درهم 4000 ريال هي الوحيده اللي ب 4000 ريال كنذكر بقات فيها كميه محدوده. شوفوا معايا غير بالنسبه للموديلات ديال 200 درهم كاينين جوج كاينه هادي وكاينه هادي هما بوحدهم اللي ب 200 درهم الاخرين اللي وريناكم كلشي شي 130 150. شفتوا البنات هانتوما هادو بوحدهم اللي غادي يبقاو اللي لابسه كوتر وهاد لو ستيل هذا اللي شوفوا معايا كيفاش كتجي لذيذه ديالو بوحدهم اللي غيبقاو ب 200 درهم. وما نسيناش السيدات اللي كيطلبونا دائما على البيجامات اللي كيجيو هكا طوال غير للتذكير هادو راه قطن هادو راه سي دو كوطون يا البنات. شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين الناس اللي ما كيتحملوش شي ماتيا اخرى من غير القطن. شوفوا معايا الكميمات ديالهم كيفاش كيجيو كيجيو امبريمي وفيهم اللوينات كاين فيهم لو روز كاين فيهم الصومو الارضيه دائما كتبقى بيضاء كاين فيهم الخضيضر وكاين فيهم الزرق ولي طاي ستوندار. وشحال كيبقاو خويا في راس الثمن؟ 80 درهم فقط وكنذكر قطن قطن. وغادي نجيو دابا للقنيديرات شوفوا معايا القنيديرات يا سلام فراشه اماراتيه فوالا فراشه اماراتيه خلاها في راس شفتوا كتجي كتحمق انيقه جدا وكنذكر خيط البنات خيط وزوينه في هذه القضيه عفوا ان ديال التكفيفه فالزياده يعني الا بغيتوا تزيدوا هذه الزياده كلها تزيدوها يعني في العرض ديال الفراشه فممكن فوالا عندهم هنا الخياطه البنات في القصر يعني تديها ناضيه من هنايا. شوف كيفاش كتجي دايره انيقه جدا وكنذكر خيط وفيها الشويشه. بالنسبه للوينات ديالها بدا كاين هذا اللون وكاين هذا اللون هانتوما جوج ديال اللوينات هيا غتقرب كوتر باش تشوفوا معايا جوج ديال اللوينات ديالها كاين الغوز وكاين الموف وكاين الزريرق تبارك الله واو وكاين الليموني وكاين الخضيضر فوالا مهرجان البنات. شوفوا معايا مهرجان الالوان شوفوا معايا البنات شوفوا معايا باش اللي بغات تسكريني ها انتم البنات باش اللي بغات تسكريني شفتوا فريمون رائعين يلا اللي عجبتها شي حاجه اللي لابس في راس اللي هز في راس لابس في راس داك اللوين كيحمق شوفوا معايا شاد لينا في راس حشومه عليك. شوفوا معايا اللوينات كيحمقوا ولي طاي واش فيهم لي طاي ستوندار هذا كيجيو ستوندار. وكنقول لكم دائما راه فيهم بلاصه ديال التكفيفه ممكن انها تزاد بالنسبه للسيده اللي
تبارك الله عليك. وخيط 100 درهم ديال الخيط ولون فريمون لون ينسيك في لون، اللوينات ديالها كلهم انيقين، و100 درهم فقط ولي طاي ستوندار. غنبقاو دائما في الكنيديرات، كاينه زواق اخرى دائما في الخيط. مابغيناش نكثروا عليكم، شوفوا معايا البنات حيت بغيت نوريكم السول ديال البنات في البوليغ. بقاو معايا ما تمشيو فين، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير هذا لو موديل. هذا نفسه حتى هو ديال الخيط، شوفوا معايا فيه الخليجيه من التحت، غير الموتيف اللي مختلف. واش ستوندار؟ ستوندار حتى هو. واعر واعر، اللوينات ديالها كلهم غزالين، فنين فنين. شحال كتبقى الثمن؟ حتى هي؟ حتى هي 100 درهم البنات. شوفوا معايا اللوينات اللي فيها 100 درهم. بس ولم. فوالا، اوليتاي ستوندار. تبارك الله عليك. وبالنسبة للناس اللي طلبوا هاد الموديلات ديال الشورت فحتى هما متوفرين، شوفوا معايا كيفاش جاي كيفاش دايرين. كيجي الشورت كيف ما كتشوفوا معايا خيط هانتوما، ولو او ديالو هو هذا. اشناهو لا ماتيغ؟ ليكرا ليكرا فيسكوس. شفتو هانتوما كتجي طايحة، وفيه لوينات زوينين فيه لي طاي فيه لي طاي. من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، من الميديوم هادي شفتو دابا راه الميديوم، من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، فيه البوغدو فيه الكحل فيه الخضيضر تبارك الله، فيه لوينات فيه الجون موطار سومون الابيض والكري، كلهم هادو بيجاما شورت البنات. كتجي دي باردور شورت. بشحال كتبقى الثمن ديالها؟ 80 درهم. 80 درهم، واكبر طاي قلنا هي هي الدوبل اكس. شي حاجه ما اروعها. وغنبقاو نيت في 80 درهم قلتي لي. وما احلام. تبارك الله على سي الحريزي. شوفوا معايا ثاني هذه كتجي نصكم. هذه ليكرا. ليكرا. هذه هي الله جات البنات. 80 درهم. فيها ثلاثه الالوان. في هذه بالسروال ماشي شورت، بالسروال فيها الغوز فيها الصومو وفيها الزرق. بيجامه نور. بيجامة نور فوالا. بشحال كت لا لي طاي فيها لي طاي؟ طاي ستوندار. ستوندار حتى الاكس ال، والثمن 80 درهم. وغنوريكم البنات واحد لو موديل قبل ما ننتقل لكم لمحل اخر. واحد لو موديل هذا 2016 ويقدر يتلبس حتى في حتى في حتى في البرد. مونطوني هذه فوالا، مونطوني يعني سخونه كوتا الله يسمح لينا منها، غير باش تشوفوها كيفاش كتجي دايره. ها انتوما كتجيب السروال ديالها، كيجي سروال كولو، واللي ضعيفه راه غيجيها عريض، والفوقاني ديالها فوالا فيها الجياب، وعندها واحد كتجيب كتجي طويله، كتجي طويله من اللور وقصيره من القدام. السروال كيبان بحال ديال السروال. اه شوفوا معايا السروال ديالها كيفاش كيجي، كيجي فيه الكارو. بالنسبه للتيمونة هذه باش نقول لك عليها، هذه بالنسبه ليها هذه تلبس حتى على برا. كاين السيدات اللي يقدروا كتلبسها اللي على برا، اللي ضعيفه تقدر تلبسها. هي كاوتر حيت لازم تتمنى سروال اخر، داكشي كتبان لكم مزيره حيت تقياس هنايا ما قدرتش، فكتلبسها فوق لابسها فوق فوق السروال. شو هذه حتى تلبسها حتى على برا، الانسان ما يلبسها حتى على برا. واش فيها واش فيها لون واحد؟ رومي وبلدي. لون واحد، لون واحد السي الحريزي، لون واحد. وكتبقى 150 درهم. بارك الله عليك، 150 درهم ولي طاي. من الميديوم حتى الدوبل اكسل. حتى هي من الميديوم حتى الدوبل اكسل، كنظن الدوبل هي لابسه كوثر. فوالا من الميديوم حتى الدوبل اكسل، الثمن 150 درهم. وحنا دابا في المحل الثاني معنا عبد الهادي. ياك اخويا كيداير لاباس عليك؟ بخير امور هانيه. راه الحريزي عنده جوج محلات، المحل اللي كتشوف الدخلات القيصريه، والمحل اللي مقابل مع الصباط ديال الحريزي ولد خالتي. هنا قبل ما نبدا نوريكم بغيت نوريكم غير لي زارتيكل اللي غيكونوا ابتداء من يوم السبت، غيكونوا متوفرين هنا في المحل. اول حاجه هي هاد الجليبه هادي، اها غيكون فيها اللوينات. غيكون فيها اللوينات. كاين لي سيرفيت تحت طلب المتابعات. شوفوا معايا السيرفيت الشكل ديالها كيفاش كيجي داير، فريمون شي حاجه زوينه. ابتداء من يوم السبت ان شاء الله غيكونوا فيهم لي طاي. لي طاي ان شاء الله. ها نشوفوا الموديل الاخر كاين هذا حتى هو. بالنسبه للمحجبات السيدات اللي طلبوا هاد البيجامات لي سيرفيت عفوا، ها واللوينات. وبالنسبه للموديل الاخر نفسه هو الجليليبه فوالا، ابتداء من يوم السبت ان شاء الله. ودابا غنوريكم بعض لي زارتيك، غنوريهم ليا خويا عبد الهادي والسي الحريزي بيان سور. هذه بيجامه ديال البرد، الناس اللي بغاو يستافدوا دابا من التخفيض اللي غيكون في البيجامات ديال البرد. هذه مونطوني. مبرا مونطوني يعني مدوبله. مدوبله من الداخل. ها انتم يعني اشنا هي مونطوني؟ هي كتجي مدوبله من مسخونه من برا ومن الداخل، وكتجي رطيطبه يا البنات. ها انتم شفتوا؟ وفيها هنايا واحد الرشيمه، يعني اللي بغات شي حاجه يخليها ليها تواصل مع الرقم ديال عبد الهادي وديال الحسين كنظن ياك. اه حسين. فوالا شوفوا معايا السروال ديالها، حتى هو مونطوني، حتى هو كيجي مبطن. شفتوا؟ ها انتم. انا غير بغيت نوريكم ايشونتيو وغندير لكم واحد الدوره في المحل، يعني هاد لي زارتيكل ان شاء الله كله 100 درهم. تبارك الله عليك، كل اللي عجبتها شي حاجه 100 درهم فقط. فودان كاينين؟ لا ولي طاي اللي كاين في هذيك. هذه هذه غير
يس ميديوم والال اس ام ال اس ام ال هذيك 100 درهم وغنوريكم الشكيلات الاخرين اللي كاينين ها نتوما شوفوا معايا الشكيلات كلشي 100 درهم تخيلوا معايا اللي بغات شي حاجه تاخذها دابا بثمن مناسب تواصلوا معاه شوفوا لاطاي ديالكم واش ديسپونيبل المهم الثمن واحد كلشي 100 درهم وكيختلفوا كاين بحال دابا هذا بحال الفوطه كاين هذا مبره وكاين البوليغ البنات هانتوما ها ما تشوفوا معايا وكاين القطن حتى هو متوفر شوفوا معايا هذا الموديل هذا هانتوما هذا كيحمق كاين الموديل ديال ميكي ماوس هذا هو الكانيش هو هذا شفتوا انا غنوريكم حتى الفوق تبارك الله راه المحل كبير كاين حتى ستيل بيجاما سيرفيت حتى متوفره عندهم كلشي تبارك الله كاين هانتوما كلشي انا غنوريكم الجهه الاخرى شوفوا معايا هذه الجهه حتى هي شوفوا معايا كلشي هنايا 100 درهم فقط هانتوما تبارك الله المحل راه كله فيه السلعه هنايا ديال البرد كلها 100 درهم يعني اللي عجبتها شي حاجه البنات تواصل معاه اولا تجيو للمحل مرحبا بكم وكل شيء 100 درهم اها وبالنسبه للجلابات هذو الفودات هذو الفوده قالوا لهم 100 درهم حتى هما كل شيء 100 درهم يعني المحل كامل 100 درهم شوفوا معايا كيفاش كيجي داير هذه الجلابه فوده اللي كانت كدير 200 درهم دابا غتبقى لكم فقط غير ب 100 درهم ولي طاي ستوندار ستوندار لي طاي شوفوا معايا اللوينات ديالهم كاين الكامل كاين الحمار كاين البوردو والزواقات مختلفين معنا هنا حتى الحسين الحسين كي داير اخويا لاباس عليك بخير امور هانيه الله يحفظك شوفوا معايا هاد لا كولور مورتاديل كاين الكامل حتى هي شوفوا معايا الماغون شفتوا الزواقات مختلفين البوردو وكاين بلوسيا وشويبي فوالا كلهم لي طاي ستوندار والثمن 100 درهم نص بالنص البنات وبالنسبه للبينوارات حتى هما اللي بغات شي حاجه كاين الناس اللي كيبغيو يشريو دابا باش ياخذوا بثمن رخيص شوفوا معايا هادو البينوارات اللي كيجيو بحال فيهم الفورور شفتوا كلهم تما 100 درهم كلشي 100 درهم البنات يعني اي حاجه في هذا المحل هنايا بالنسبه للسلعه ديال الجلاب اللي بحالهم اللي عشتو لا غير بالنسبه للسلعه ديال البرد سلعه البرد بالنسبه للجلاب اللي شافوهم لهم راه كاينين حتى هنايا نفس الاثمنه اللي ورينا الثمن اللي ورينا في الفيديو فوالا تبارك الله عليك نشوفوا اخويا شوفوا معايا ثاني هذا الموديل شفتوا حتى هو راه مبطن من الداخل يعني كيجي فوالا كيجي مبطن من الداخل شفتوا كيفاش كيجي داير كلشي 100 درهم البنات وقياسات مختلفين كاين بعض القياسات كبيره كاينين القياسات كبيره كاينين فوالا شوفوا البينوار البنات اللي كانوا كلشي كيبغيه اللي هو بالصديف هما 100 درهم كلشي 100 درهم وفيه القياسات اخويا الحسين فيها السمول حتى الام فمن السمول حتى الام فيه الغوز فيه الكري كلشي 100 درهم فقط موديل اخر نعطيكم شويه شويه هذا مبره شوفوا معايا قداش لاطاي ديالو وطويل يعني اي حاجه عجبتكم من السلعه ديال البرد فقط 100 درهم لي سيرفيت حتى هما تما بالنسبه لا بالنسبه لهاد السيرفيت غير 80 درهم 80 كنت غنقول لك تصحاب تقول لي اكثر قل 80 درهم البنات هادو غير 80 درهم هاد لي سيرفيت بالسروال ديالهم وحنا شنا كنتسناو منهم السي الحريزي فقط كنتسناو منهم غير جمجمو جيم وبارطاج وعاونونا بتعليق زوينه البنات باش دائما ودائما معكم الجديد ديما الجديد وديما الصولد وما تنساوش المسابقه والمسابقه راه ديما كاينه يعني تجيو سواء تقديتو ياك حتى من هذا المحل من هذا المحل سواء هذا المحل سواء المحل الاخر كتخليو الاسم والرقم ديال الهاتف باش تفوزوا معنا بداك الفريري اللي وريناكم في الاول ديال الفيديو بالنسبه لهاد الجليبات حتى هما زوينين هادو 100 درهم 100 درهم هادو حتى هما ديال البرد شوفوا معايا 100 درهم فقط وكاين هذا الموديل شفتوا كاين هذا الموديل حتى هو كلشي 100 درهم تبارك الله عليك فكنتمنى متابعاتي ان هذا الفيديو هذا المميز يكون عجبكم فيه الجديد فيه السولد فيه الربحه ديما رابحين مع السي الحريزي ياك جيم وبارطاج فمره اخرى كنتمنى انكم استمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا الله يحفظك السي الحريزي الله يحفظك دائما المحل كاين في قيصريه الزموري كاين جوج محلات ديال الحريزي في قيصريه الزموري حدا شارع في شارع عبد المؤمن عفوا حدا درب غلف بمدينه الدار البيضاء كيديروا التوصيل بالنسبه للناس ديال الترام طوف المحطه ديال كليه الطب الاسنان ديما البنات ما تنساوناش من جيم وبارطاج الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه وبيان سور عجباتهم وبقاو دائما يبغيو يتوصلوا بالجديد فما تنساوش انكم تابونا وتفعلوا زر الجرس انا غادي نقول لكم بالسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد وشكرا لك السي تبارك الله الحريزي الله يحفظك